مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية، وتؤكد مواصلة اتصالاتها على مدار الساعة للحيلولة دون تفاقم الوضع. حكومة الاحتلال توافق على شن هجوم على رفح الفلسطينية، والقوات تبدأ العمليات للإجلاء، وحماس تؤكد الاستعداد الدفاعي، ورام الله تحمل واشنطن المسؤولية. العدوان الإسرائيلي يتواصل على أنحاء القطاع لليوم 13 بعد 200 على التوالي، وعدد الضحايا يقترب من 113,000 شهيد ومصاب. الساعة الآن 6 مساء بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. حذرت مصر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، لما ينطوي عليه هذا العمل التصعيدي من مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من 1,000,000 شخص فلسطيني يتواجد في تلك المنطقة. وفي بيان لوزارة الخارجية، طالبت مصر إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية، وفي مسار مفاوضات لوقف إطلاق النار وحقنا لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة. هذا وأكدت مصر أنها تواصل الاتصالات على مدار الساعة مع كافة الأطراف من أجل الحيلولة دون تفاقم للوضع أو لخروجه عن السيطرة. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة، مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة، ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس، وينبغي وقفها على الفور. قالت إذاعة إسرائيلية إن القوات الإسرائيلية بدأت إجلاء المدنيين من رفح جنوبي قطاع غزة في إطار عملية محدودة النطاق، حيث تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أنه بحاجة لنقل 100,000 شخص. ووفقا لما أوردته الإذاعة، فإن عمليات الإجلاء تتركز الآن على عدد قليل من المناطق المحيطة برفح الفلسطينية، حيث يتم توجيه المدنيين الذين يتم إجلاؤهم إلى مدينتي الخيام في خان يونس والمواصي القريبتين. بينما نقلت وكالة رويترز عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه يشجع سكان شرق رفح على التحرك نحو منطقة إنسانية موسعة، وأنه لن يضع إطارا زمنيا لإخلاء المدينة، وسيجري تقييمات عملياتية. سبت داري وطلعت ولا حاجة خدت من كل من جميع داري، داري زي القصر كل من جميع شرب، بس أخذت الغيار وطلعت، ما أخذتش حاجة معي ولا إشي. مات كل الشعب، إيش اللي بدهم يامن؟ إيش اللي بدهم يامننا؟ حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل. الله يتنقم منهم، الله يتنقم منهم. قتلوا أولادنا، ذبحوا أولادنا، إيش اللي مات منهم؟ شو اللي مات منهم؟ هم قتلونا كل هيتنا، اتقطعت قطيع ابن اختي، تقطيع في الشراس في الرجلين، يا عيب عليهم، ما بيستحوا دم. خلاص مكفيهم، كفيهم الشباب. وين يروحوا؟ وين يروحوا الشباب لساتهم؟ وكونوني متصلين علينا على الجوالات طول الليل، ما خلونا ننام وهم يتصلوا على جوالاتنا، مش قادرين نرد عليهم. ايش اللي بدهم؟ اخلوا من الدار، اخلوا من الدار، اخلوا من الدار. امبارح الساعه 11 الا 10 تقريبا فجأنا بصوت قصف عنيف جدا، طلعنا لقينا اشلاء اطفال، يعني اطفال الاحتلال قتل ابوهم وامهم اواخر العام الماضي، واليوم قتلهم هم. يعني باي حق يا نتنياهو انت بتشن حرب على مدنيين وحرب على اطفال؟
هذا المنزل مدني، في أطفال بأي حق؟ فيش ولا منطقة أمن في كل غزة. رفح المكان الوحيد اللي يشمل كل العالم 2 مليون نسمة. وين الناس تروح؟ ضنيات وين يروحوا؟ البحر، وين؟ البحر. نشوف أوراق. والله رموا تو مناشير مش عارفين وين بدنا نروح. عمالها إني قاعد بجري. أنا كنت نازح في الأول في المغازي في مدرسة وكالة، وراح لي ولد فيها، وهيني عمال بدي اطلع مش عارف وين بدي اروح. اروح على المواصل ولا اروح على الزوايا؟ مش عارفين وين بدنا نروح. قاعدين بنجري ما بندري قاعدين. فك الخيمه للمره الرابعه واحنا بننزح من الشمال لخان يونس، وهينا في رفح بننزح، ومعسكر جباليا نزحنا، وبنستمعنا لكلام الجيش انه نطلع للمناطق الامنه في مواصل خان يونس للمره الرابعه على التوالي. طبعا نزحنا من المخابرات ورحنا على معسكر جباليا. معسكر جباليا من عند اخوتي طلعنا على صناعة خان يونس. من صناعة خان يونس جينا على رفح، وهنا بدنا الله أعلم وين بدنا نروح، لسه ما قربنا. هذا واستهدفت غارات جوية محيط مطار غزة شرق مدينة رفح جنوبي القطاع. في الأثناء أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن آلاف المدنيين بدأوا مغادرة شرق رفح إلى اتجاه الغرب. في إطار ما أسماه بعملية محدودة النطاق، يأتي إجلاء جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين من رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، متحدياً التحذيرات الإقليمية والدولية لهكذا عملية. ووفقاً لما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن عمليات الإجلاء تتركز على عدد قليل من المناطق المحيطة برفح الفلسطينية، حيث يتم توجيه المدنيين الذين يتم إجلاؤهم إلى مدينتي الخيام في خان يونس والمواصي القريبتين. مصر ومنذ بداية الأزمة قبل أشهر سارعت بالتحذير من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لا سيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية لسكان القطاع. وأكدت مصر على أنها تواصل اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف من خلال جولات من المفاوضات التي تستضيف أغلبها القاهرة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم أنها الداعم الأكبر لإسرائيل، أعلنت مراراً معارضتها أي عملية برية بمدينة رفح الفلسطينية دون وجود خطة لحماية المدنيين الفلسطينيين. وأكدت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن أنها تعمل على إيجاد حلول لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين، فضلاً عن حث إسرائيل على السماح بإدخال مزيد من المساعدات للقطاع. وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، تطلب من المواطنين التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بادعاء أنها مناطق آمنة. واليوم تطلب إسرائيل من أكثر من 1,400,000 فلسطيني ترك تلك المناطق التي وصفت سابقا بالآمنة والتحرك إلى مصير مجهول محاط بالموت والدمار من كل مكان. زعم وزير الدفاع الإسرائيلي أن التحرك العسكري الإسرائيلي في رفح الفلسطينية ضروري بسبب ما وصفه رفض حركة حماس مقترحات الهدنة في غزة. وأضاف في بيان أنه نقل تلك الرسالة في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي لويد أوستن. يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على شن هجوم على رفح الفلسطينية. ومن جانبه أكد زعيم المعارضة الإسرائيلي أن الحكومة تخلت عن المحتجزين قائلا إن عليها أن تفعل كل شيء لإعادتهم. بدورها جددت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين. أكدت حركة حماس أن الخطوات التي يتخذها جيش الاحتلال الإسرائيلي تحضيرا للهجوم على مدينة رفح الفلسطينية تؤكد إصرار حكومة نتنياهو على المضي في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. ونقلا عن القاهرة الإخبارية، أكدت حماس أن نتنياهو يمضي في الحرب دون اكتراث للكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة أو لمصير المحتجزين، معلنة على الاستعداد للرد على أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية.
حذر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا من أن سلطات الاحتلال بدأت فعليا التمهيد لارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية باجتياح رفح الفلسطينية، محملا الإدارة الأمريكية لمسؤولية هذه السياسات الإسرائيلية الخطيرة. وقال أبوردينا إن الإدارة الأمريكية التي توفر الدعم المالي والعسكري للاحتلال وتقف بوجه المجتمع الدولي لتمنع تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف العدوان هي التي تشجع نتنياهو وقادته بالاستمرار بمجازرهم ضد الشعب الفلسطيني. كما أكد أبوردينا أن الرئاسة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف لوقف المجزرة الإسرائيلية في رفح الفلسطينية. جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معارضته الصارمة للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكان ماكرون قد حث نتنياهو في اتصاله أمس على استكمال المفاوضات مع حماس للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين. في سياق حذرت الخارجية الفرنسية من أن أي تهجير قسري للمدنيين الفلسطينيين يمثل جريمة حرب. حذر البرلمان العربي من بدء دولة الاحتلال الإسرائيلي التمهيد لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية وارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية بحق 1.5 مليون فلسطيني، محملا الاحتلال المسؤولية كاملة عن التصعيد الخطير للأحداث والعمل على عرقلة مسيرة المفاوضات. وفي بيان له، دعا البرلمان العربي الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لمنعه من ارتكاب مزيد من المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبته على الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها بحق القانون الدولي. هذا وحذر البرلمان العربي من الصمت المخزي الذي يشجع قادة الاحتلال بالاستمرار في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أي هجوم إسرائيلي على رفح الفلسطينية، مؤكدة أن ذلك سيعني المزيد من المعاناة والضحايا بين المدنيين وستكون العواقب مدمرة لنحو 1.4 مليون فلسطيني. وشددت الأونروا على أنها ستحافظ على وجودها في رفح الفلسطينية لأطول فترة ممكنة وستواصل تقديم المساعدات المنقذة لحياة الناس. غزة اتدمرت، ما بقاش حاجة. يعتزم وفد حركة حماس العودة إلى القاهرة غدا الثلاثاء لاستكمال مفاوضات الهدنة. وكان الوفد قد غادر إلى الدوحة أمس للتشاور بشأن المفاوضات التي أجراها بالقاهرة مؤخرا، وأعلنت حركة حماس حرصها على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل ينهي العدوان الإسرائيلي ويضمن الانسحاب ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى الفلسطينيين. وفي بيان لحماس، حملت الحركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمسؤولية اختلاق مبررات دائمة لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع وتخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء والأطراف المختلفة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن غارة استهدفت بلدة النصر شرق مدينة رفح ومنزلا في مخيف الشابورة وذلك وسط المدينة، ما أسفر عن شهداء ومصابين. من جانبه، أعلن الدفاع المدني بقطاع غزة انتشال جثامين 9 شهداء من مخيم خان يونس جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بالمخيم.
من جانبها أعلنت السلطة الصحية في غزة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم 13 بعد 200 على التوالي. وأكدت السلطات الصحية أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر خلال الساعات 24 ماضية. وأكدت السلطات الصحية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34,735 شهيدا و 78,108 من المصابين، ذلك منذ 7 أكتوبر الماضي. وفي هذه الأثناء تتواصل معاناة الفلسطينيين في غزة للحصول على الطعام والشراب في ظل الحصار الإسرائيلي وما نتج عنه من نقص في المستلزمات الغذائية. أبو خليل وهو من أهالي غزة يقود دراجته يوميا وسط الركام الذي لحق بالمدينة كي يصل إلى مخبز على أمل شراء بعض الأرغفة لعائلته. وسط أكوام الركام والدمار الذي حل بمدينة غزة، يقود أبو خليل دراجته الهوائية للوصول إلى مخبز يأمل أن يجد فيه رغيفاً يسد رمق عائلته. خليل هو المعيل الوحيد للأسرة، يأخذ دراجته ويقصد المخبز بشكل يومي، ويمكن أن يكون الطريق خطيراً إذ يمتد بطول شوارع مدمرة يتعذر على السيارات المرور فيها. الوضع صعب، حتى لو كان في السابق هو كان أصعب، بس اليوم برضه صعب. احنا في الأول بقينا نلم حطب في الشغال، بدنا نولع في الدار. طب شو وسع في الدار؟ ما اولع في دار ناس انا ساكن، كيف بدي اولع؟ كيف بدي من وين اجيب حطب؟ لكن يعني رد الخبز وفرت نوعا ما حاجه واحده يعني تسهل، لكن في مش موجود كل شيء عندنا، واحنا ناس ما لناش لا دخل ولا لنا شغل ولا لنا حاجه، ما لناش مصاري يعني فيش لنا دخل نشتري. ويعيش ابو خليل مع عائلته المكونه من 12 فردا في شقه مستاجره بعد ان دمر القصف الاسرائيلي بيته القديم، فيما تعاني ابنته من السرطان حيث كانت تذهب إلى إسرائيل لتلقي العلاج، لكن ذلك لم يعد ممكنا منذ بدء الحرب على غزة. وعادت مخابز شمال غزة للعمل، غير أن خطر المجاعة لا يزال يلوح في الأفق على الرغم من زيادة الإمدادات وفقا لتحذيرات متواصلة لبرنامج الأغذية العالمي الذي أكد الأسبوع الماضي أن شمال غزة لا يزال يتجه نحو المجاعة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي. اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل بمواصلة منع وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، في حين حذر برنامج الأغذية العالمي من وجود مجاعة شاملة في شمال القطاع. ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إنه في الوقت الذي يعلن فيه بوجه عام عن وقوع مجاعة رسميا في مكان ما، يكون ما فات الأوان بالفعل لإنقاذ الكثير من الأشخاص. مع تزايد التحذيرات من وجود مجاعة شاملة شمال قطاع غزة، اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل بمواصلة منع وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة. المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني قال إن قوات الاحتلال منعته من دخول غزة مرتين خلال أسبوع واحد، وإنه في الأسبوعين الماضيين فقط تم تسجيل 10 حوادث شملت إطلاق النار على القوافل وإلقاء القبض على موظفين بالأمم المتحدة والتأخير الطويل عند نقاط التفتيش، مما أجبر القوافل على التحرك أثناء الظلام أو إلغاء مهمتها. تقرير مدعوم من الأمم المتحدة نشر مؤخرا أفاد بأن المجاعة وشيكة ومن المرجح أن تحدث في شمال قطاع غزة ويمكن أن تنتشر في أنحاء القطاع قريبا. وإعلان المجاعة يحدث عندما يكون 20% على الأقل من السكان يعانون من نقص حاد في الغذاء، وعندما يعاني طفل من كل 3 أطفال من سوء التغذية الحاد، ويموت شخصان من كل 10,000 شخص يوميا بسبب الجوع أو سوء التغذية والمرض. ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إنه في الوقت الذي يعلن فيه بوجه عام عن وقوع مجاعة رسميا في مكان ما، يكون قد فات الأوان بالفعل لإنقاذ الكثير من الأشخاص.
دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة. وقال بوريل إنه وفقا للمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ساندي ماكين، فإن السيناريو الذي كان يخشى كثيرا من أنه قد يصبح حقيقة. وأضاف بوريل أن هناك مجاعة تامة في شمالي غزة وذلك وهي تتجه نحو الجنوب، كما شدد على ضرورة التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن ووقف إطلاق النار من أجل تبادل الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية. رفع المئات من خريجي الجامعات الأمريكية العلم والكوفية الفلسطينية أثناء حفلات تخرج في عدة جامعات أمريكية، وذلك ضمن حفلات التخرج السنوي تعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وتنديدا باستمرار الحرب المتواصلة على قطاع غزة. جاء ذلك ضمن فعاليات الاحتجاج على رفض إدارات الجامعات لوقف استثماراتها وتعاونها مع دولة الاحتلال، ورفضا لاعتقال أكثر من 2500 طالب من المحتجين في الجامعات على يد الشرطة الأمريكية. وفي السياق ذاته انضمت مدارس في ولاية ألينوي للاحتجاجات الطلابية على مستوى الولايات المتحدة للمطالبة بوقف جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. أعرب سفير روسيا بالقاهرة جورجي بوريسينكو عن تقديره لجهود مصر الحثيثة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل. وأكد بوريسينكو معارضة موسكو قيام إسرائيل بشن عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية جنوب القطاع، لافتا إلى أهمية دور مصر المحوري في توصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وأشار سفير روسيا إلى أن بلاده تدعم جهود مصر لتوحيد الفصائل الفلسطينية من خلال عقد اجتماعات لهم في القاهرة. للحديث عن العدوان وإرهاصات اجتياح رفح الفلسطينية وجهود مصر لوقف العدوان، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور جهاد الحرازين المحلل السياسي الفلسطيني. بعد التحية دكتور، يعني كيف ترى الوضع إزاء محاولات إجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية؟ هل هي مناورة سياسية للضغط على المفاوضات الفلسطينية، أم أن سلطات الاحتلال عازمة بالفعل على دخول رفح الفلسطينية؟ يعني أولا بعد التحية لك ولكافة المشاهدين الكرام، أعتقد بأن هناك مخطط إسرائيلي يمضي على قدم وساق بشكل متواصل وضمن سياسة ممنهجة ومعتمدة لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان من البداية كان هناك إصرارا إسرائيليا على ضرورة الدخول إلى منطقة رفح، حتى أصبح أن هذا الأمر بمثابة صورة ذهنية عالقة لدى كافة المواطنين الإسرائيليين بأنه لا يمكن لهم أن يتم تحقيق حالة من النصرة أو تحقيق الأهداف التي أعلن عنها منذ بداية أو منذ 7 من أكتوبر لم تتحقق إلا بالدخول إلى منطقة رفح، وهو ما كان يراهن عليه نتنياهو في إطالة أمد العملية العسكرية. ولكن يبدو بأن نتنياهو أصبح أمام حالة من الضغط من قبل
الائتلاف الإسرائيلي الحاكم وخاصة كل من سومتريش وبن غفير، هو اللي يريد أن يتفكك ائتلاف الحاكم أو ينتهي عقدها أو يفرط عقد هذه الحكومة. ولذلك بدأت المحاولة خاصة بعد أن كانت الجهود المصرية الكبيرة التي بذلت خلال الفترة الماضية وخلال الساعات الماضية من أجل التوصل إلى التهدئة وإلى الصفقة كما قدمت مصر مبادرتها، إلا أن كان هناك حدثا قدم لنتياهو على طبق من ذهب بأنه بالفعل يعني تلك الأحداث تأتي قبل يوم واحد من عودة وفد حركة حماس للقاهرة لاستكمال المفاوضات الخاصة بالهدنة. هل يمكن أن نرى مع تصاعد الأحداث وجود تنازلات من المفاوض للهدنة لسرعة إنجاز الاتفاق؟ يعني جميعنا يدرك في علم في العلوم السياسية بأن أي مراحل في إطار المفاوضات التي تأتي على نهايتها يكون هناك مرحلة عض الأصابع، أو بمعنى مرحلة الابتزاز والضغط الكبير، لأجل أن كل طرف يقول بأنه استطاع أن يحقق أهدافه أو أن يقول بأنه استطاع أن ينفذ مطالبه. ولكن ما يجري على الأرض بأن الشعب الفلسطيني يدفع الثمن، وأصبح الشعب الفلسطيني ما بين المطرقة والسنديان. نتنياهو يريد أن يصل إلى تحقيق أهدافه دون أي التزامات متعلقة بوقف إطلاق النار أو بالانسحاب أو مواصلة العملية العسكرية. وبالمقابل المقاومة تريد أن يكون هناك انسحابا إسرائيليا ووقفا كاملا لإطلاق النار، وضمانات تقدم من عدة دول وسيطة في هذا السياق. فكل طرف كلا الطرفين يريد البحث عن مجموعة من المكاسب الشخصية والمكاسب الخاصة، ولكن الشعب الفلسطيني هو الذي يدفع الثمن في النهاية. وإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال التي تمارس عمليات القتل على مدار 7 شهور، وبدأنا في الشهر 8 من هذه الحرب، حرب الإبادة، هي تريد أن تستمر بعملية الإبادة للشعب الفلسطيني وتريد الاستمرار بمخططها من هنا أعتقد. ولكن لا زالت تنكل حتى اللحظة الجهود المصرية لم تتوقف، بالإضافة إلى جهود الوسطاء. وجدنا بأن رئيس جهاز المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز في الدوحة واليوم ينتقل إلى إسرائيل في محاولة لمواصلة الجهد المصري أو القبول بالورقة المصرية أو المبادرة المصرية التي قدمت والتي جسرت اللي هو ما بين الطرفين. هذا الأمر الذي يتم العمل عليه من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في اللحظات الأخيرة قبل أن تبدأ إسرائيل بعملياتها العسكرية المدمرة في مدينة رفح. يعني كما ذكرت هناك دور مصري كبير، كيف ترى هذا الدور المساند للقضية الفلسطينية وأيضا دور المفاوض الفلسطيني خلال مباحثات الهدنة؟ يعني أعتقد بأن الدور المصري لا يمكن الحديث عنه بكلمات أو حتى بساعات، لأن مصر على مدار التاريخ حافظة وداعمة ومساندة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. ولذلك منذ بداية هذا العدوان كانت المواقف المصرية التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية المصرية كان لها الدور الكبير في مساندة الشعب الفلسطيني من حيث تقديم المساعدات سواء الغذائية أو الطبية أو الإنسانية، بالإضافة إلى الموقف السياسي والدور السياسي الذي تلعبه القاهرة بشكل كبير بما يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية وبما يتعلق بوقف إطلاق النار ورفض فكرة التهجير القسري. حتى قبل ساعات وجدنا بأن مصر تدخل لإنقاذ أو لمحاولة إطفاء مستودع للأغذية والمساعدات الذي كان تم نقله إلى داخل منطقة رفح الفلسطينية وتم استهدافه من قبل الاحتلال. تدخل سيارات الإطفاء المصرية للمساعدة في إطفاء هذا الحريق الكبير، بمعنى أن مصر لا زالت تواصل دورها الكبير في هذا السياق بشكل ولن تتخلى عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. ولذلك يجب على الجميع أن يتجاوب مع الجهد المصري دون أعطاء المزيد من الذرائع للاحتلال لمواصلة حربه التدميرية وحرب الإبادة التي يشن على الشعب الفلسطيني. ما يتعلق بدور المفاوضة وقدرة المفاوض، نحن نعلم جيدا بأن كان يتوجب في هذا السياق أن يكون هناك موقف فلسطيني موحدا ورؤية واحدة من إطار الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني. منظمة التحرير كما حدث أبان عدوان 2014 كان وفدا من المنظمة هو الذي يفاوض بمشاركة حركة حماس، أي رسالة للعالم بأسره بأن الكل الفلسطيني موحد على قلب رجل واحد وهم الذين يفاوضون على الطاولة. وهذا سيعطي قوة
الدور المصري بشكل كبير من حيث نزع كافة الذرائع التي يتذرع بها نتنياهو وحكومة الاحتلال للمزيد من التغول في الدم الفلسطيني ومواصلة عمليات القتل، ولكن وجدنا بأن هناك حالة من التفرد، حالة التفرد هي التي تأخذ الشعب الفلسطيني إلى حالة من الدمار أو حالة من الهلاك، بما لا يتوافق حتى مع نبض الشارع الفلسطيني. جميعنا يرى ما يجري على الأرض الفلسطينية من معاناة، وجميعنا يستمع إلى نبض الشارع الفلسطيني ونبض المهجرين والنازحين الذين ذبحوا من الوريد إلى الوريد، الذين فتكت بهم المجاعة وفتك بهم العطش والجوع والأمراض. أي بمعنى هذا النبض الذي يريد إنهاء لهذه الحرب ووقف هذا العدوان بأي ثمن كان، ويريدون أن يكون هناك إعادة لكافة مقومات الحياة لأنهم بالفعل لأنهم تحملوا الكثير على مدى 13 يوما بعد 200. يعني يمكن أن تكون الساعات القليلة المقبلة تحمل الكثير من الإجابات لكثير من الأسئلة. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور جهاد الحرازين المحلل السياسي الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حذر مرارا من خطورة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية وما سينتج عنها من تهجير قسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية. كما حذر الرئيس مرارا من خطورة العدوان على قطاع غزة وأثاره بتوسع دائرة الصراع. We'll be right back.
بعد قليل في السادسة. روسيا تهدد بضرب أهداف عسكرية بريطانية في أوكرانيا وأماكن أخرى حال استخدام أسلحتها في ضرب أهداف روسية. استقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات إماراتية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة. وتحمل الطائرة على متنها 15 طن من المساعدات الإغاثية وثلاث سيارات مقدمة من منظمة الصحة العالمية. وبذلك بلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى المطار حتى اليوم 756 طائرة، منها 616 طائرة مساعدات. يواصل معبر رفح البري عمله في استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وتقديم كل الخدمات لهم. هذا وأفاد مراسل التلفزيون المصري أنه لا صحة لإغلاق المعبر، وأن السلطات لا زالت تقدم كل التسهيلات للقادمين من قطاع غزة ومزدوجي الجنسية. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، نجدد الترحيب بحضراتكم من أمام بوابة معبر رفح المصري. لازلنا نتابع معكم التطورات التي تحدث فيما يتعلق باستمرار عمل معبر رفح المصري وتقديم كل الخدمات الإنسانية المختلفة للأشقاء الفلسطينيين، على الرغم من تصاعد يعني حدة الصراع على الجانب الآخر، وأيضا الغارات الإسرائيلية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شرق مدينة رفح الفلسطينية. ونسمع دوي هذه الانفجارات وأيضا القصف المستمر هناك. ومع كل هذا لازال معبر رفح من الجانب المصري يؤدي عمله على أكمل وجه. كل الطواقم داخل المعبر تعمل وتؤدي عملها من حيث مكتب الجوازات وأيضا استقبال المسافرين أو العائدين من قطاع غزة ومزدوجي الجنسية وأيضا استقبال الجرحى والمصابين. رصدنا منذ قليل يعني حركة للعائدين وأيضا وجود بعض الحافلات سواء قادمة من قطاع غزة والتي يعني نقلت هؤلاء المسافرين ومزدوجي الجنسية، أو حتى الحافلات من الجانب المصري التي تصطف خارج معبر رفح لنقل هؤلاء العائدين من قطاع غزة ومزدوجي الجنسية. رصدنا أيضا وصول بعض الأطباء التابعين لإحدى المنظمات الطبية الدولية الذين يقومون بواجبهم الإنساني داخل قطاع غزة في تقديم الرعاية الصحية الكاملة، بالإضافة أيضا إلى وصولهم إلى هنا اليوم من خلال بوابة معبر رفح المصري، وتم تقديم كافة التسهيلات لهم داخل المعبر، بالإضافة أيضا إلى وجود ممثلي يعني رعاية الدول الأخرى وأيضا ممثلي بعض السفارات الأجنبية الذين يتواجدون لتأدية عملهم أيضا داخل المعبر. فبالتالي المعبر يعمل على أكمل وجه في كل الاتجاهات وفي كل المسارات، ويتم أيضا وجود عدد كبير من سيارات الإسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية داخل بوابة معبر رفح لنقل المصابين والجرحى إلى المستشفيات الموجودة في محافظة شمال سيناء أو حتى في مدن القناة أو القاهرة. وبالتالي يعني هناك يعني جهود مصرية مستمرة رغم يعني تصاعد حدة الصراع على الجانب الآخر. لازالت مصر تقوم بمسؤوليتها تجاه الأشقاء الفلسطينيين بتجهيز كل هذه الجهود الإنسانية وتقديم الخدمة للجرحى والمصابين. إذن معبر رفح المصري لازال حتى هذه اللحظة يعمل ويقدم كل خدماته للأشقاء الفلسطينيين. هذه هي الصورة من أمام معبر رفح البري، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى. تواصل مصر جهودها الحثيثة للتخفيف عن أو من معاناة الشعب الفلسطيني وإنفاذ المساعدات الإنسانية منذ بداية الأزمة. وتسعى مصر لإدخال المساعدات عبر معبر رفح البري أو من خلال إسقاط المساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة من خلال تحالف دولي للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين.
جهود مصرية متواصلة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني عبر مسارات عدة، من بينها المسار الإنساني والذي يتجسد في دور القاهرة الإغاثي المستمر منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة، حيث نفذت أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات بمناطق متفرقة بشمال القطاع. وفيما تواصل مصر جهودها لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لتلبي الاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني، قامت مصر بإنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل قطاع غزة، فضلا عن معسكر إيواء ثالث للنازحين شمال محافظة دير البلح داخل قطاع غزة، كما تستعد لإقامة مستشفى ميداني مصري داخل القطاع يتضمن غرف عمليات مجهزة بهدف إغاثة وإيواء وعلاج آلاف الفلسطينيين النازحين بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي إطار سعي مصر للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين، تواصل مصر فتح معبر رفح مع الأراضي الفلسطينية، حيث يشهد المعبر حركة مرور مصابين قادمين من مستشفيات غزة لاستكمال علاجهم بمستشفيات مصر، ومرور مسافرين ودخول شاحنات محملة بمساعدات وخروج أخرى بعد تفريغها. وبخلاف ذلك، فعلى مدار الأشهر الماضية حشدت القاهرة مساعدات إنسانية مصرية لغزة بأحجام كبيرة، سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم، التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش، وضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى القطاع. وعلى الصعيد السياسي، تستضيف القاهرة مباحثات التوصل إلى الهدنة بقطاع غزة بمشاركة كافة الأطراف، حيث تهدف القاهرة إلى وقف إطلاق نار إنساني لحماية المدنيين وتحقيق إنجاز في صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين. دور محوري تقوم به مصر وجهود إيجابية على جميع المسارات ذات الصلة بالأزمة الحالية، في محاولة لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات الحرب الإسرائيلية الهمجية على الشعب الفلسطيني، بدءا من خوض المعارك السياسية لإجبار الجانب الإسرائيلي على منع وضع العراقيل أمام فتح معبر رفح، مرورا بإدخال أطنان المساعدات وصولا لاستقبال الجرحى. أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء مناورات نووية في المستقبل القريب تشارك فيه قوات منتشرة قرب أوكرانيا، ذلك كرد على تهديدات قادة غربيين لموسكو باحتمالية إرسال قوات إلى أوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه سيتم خلال المناورات اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاستعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، حيث ستشارك في التدريبات تشكيلات صاريخية من المنطقة العسكرية الجنوبية والقوات البحرية. أكدت الخارجية الروسية أن موسكو قد تضرب أي منشأة عسكرية أو عتاد عسكري بريطاني على الأراضي الأوكرانية أو أماكن أخرى في حال استخدمت كييف أسلحة بريطانية لضرب أهداف روسية. وأوضحت الخارجية الروسية في بيان أنها أبلغت السفير البريطاني بذلك بعدما استدعته اليوم إثر تصريحات الوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون حول حق أوكرانيا بضرب أراضي روسية بواسطة أسلحة بريطانية.
ذكرت سلطات منطقة بيلغرود الروسية أن ضربات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت حافلتين، ما أسفر عن مقتل 6 وإصابة 35 آخرين. وتعرضت منطقة بيلغرود المتاخمة لأوكرانيا لهجمات متكررة بالمدفعية والطائرات المسيرة من جانب أوكرانيا ووكلاء لها خلال العام الماضي، فيما تنفي كييف استهداف المدنيين. أكدت القوات الجوية الأوكرانية أن أنظمة دفاعاتها الجوية دمرت 12 من 13 طائرة مسيرة هجوما أطلقتها روسيا فوق منطقة سومي. يأتي ذلك بينما أسفرت عدد ضربات روسية عن سقوط ومقتل العشرات في شرق وشمال شرق أوكرانيا، خصوصا في خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد. يكثف الجيش الروسي استخدام القنابل الموجهة التي يتم إسقاطها بالطائرات وهي ذات قوة تدميرية كبيرة، وذلك ردا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية. القوات الروسية استهدفت شبكة الطاقة ومستودعا للذخيرة الأوكرانية في مدينة سومي بالقرب من معهد أبحاث مرتبط بالإنتاج الكيميائي. في المقابل قالت القوات الجوية الأوكرانية إن أنظمة دفاعاتها الجوية دمرت 12 من 13 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا فوق منطقة سومي في شمال شرق أوكرانيا. يأتي ذلك بينما أسفرت عدة ضربات روسية عن سقوط ومقتل العشرات في شرق وشمال شرق أوكرانيا، وخصوصا في خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد والتي تستهدف باستمرار وفق ما أفادت السلطات المحلية. ويتواصل القتال على بعد نحو 60 كيلومتر شمال غرب مدينة دونيتسك عاصمة المنطقة التي سيطرت عليها روسيا وأعلنت ضمها إلى أراضيها. وضمن تطورات الصراع أعلن الجيش الروسي السيطرة على قرية أوتشيرتين الواقعة في منطقة دونيتسك، ومنذ أشهر تعلن موسكو بانتظام سيطرتها على بلدات صغيرة في المنطقة. ويظل الجيش الأوكراني في موقف دفاعي منذ فشل هجومه المضاد الكبير الصيف الماضي. هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصرية بمناسبة عيد شم النسيم. وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي إن عيد شم النسيم يأتي كل عام حاملا معه البهجة والأمل، ونشارك فيه العادات والتقاليد الأصيلة، ونعبر عن حبنا لوطننا الغالي، ونسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء وشر. تعد القناطر الخيرية من أهم المزارات في الأعياد المختلفة، حيث أن بها ما يزيد عن 10 حدائق مليئة بالأنشطة للكبار والصغار. من أهم هذه الحدائق حديقة لؤلؤة الشرق التي تقع على مساحة 13 فدانا وتتميز بمساحات خضراء وأماكن للاستراحة ومكتبة للأطفال. يجتمعون سويا كل عيد، يتحركون، يلعبون ويأكلون. عائلات وأصدقاء خرجوا اليوم إلى الحدائق والمتنزهات ليحتفلوا بعيد شم النسيم الذي يأتي كل عام محملا بنسمات الربيع وألوانه. بنيجي كل سنة بنقضي اليوم هنا جميل، الأطفال بتبقى مبسوطة والزوجة مبسوطة وكلنا الحمد لله مبسوطين كل سنة بنيجي هنا. بقى يوم حلو، يوم كلنا مبسوطين فيه والناس مبسوطة كل حاجة حلوة. وتعد القناطر الخيرية من أهم المزارات في الأعياد المختلفة، حيث أن بها ما يزيد عن 10 حدائق مليئة بالأنشطة للكبار والصغار، ومن أهمها حديقة لؤلؤة الشرق التي تقع على مساحة 13 فدانا وتتميز بمساحات خضراء وأماكن للاستراحة ومكتبة للأطفال، فضلا عن أشجار معمرة وفريدة ونشاطات أخرى للكبار مثل الصيد. بجيب الأسرة كل سنة هنا القناطر الخيرية، بنقعد نلعب هنا بالكور وبنفرح مع جماعة الإخوان المسيحيين والمسلمين وبنحتفل باليوم ده كل سنة. نجيب أولادنا وأطفالنا وأحفادنا ويجوا نحضر هنا، بيبقى يوم جميل جدا، العيد بيلعبوا طبعا الأطفال بيبقوا فرحانين ومبسوطين يعني. ولا يأتي أي عيد بدون تنسيق وتجهيزات من مختلف الأجهزة المعنية لتأمين المواطنين عن طريق انتشار قوات الأمن لتأمين الحدائق والمتنزهات، بالإضافة لتجهيز سيارات الإسعاف للتعامل مع الطوارئ من أجل الحفاظ على حياة وسلامة المواطن. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.
فتحت الحدائق والمتنزهات العامة بمراكز ومدن محافظة بني سويف أبوابها أمام جميع المواطنين تزامنا مع احتفالات أعياد شم النسيم، وشهدت الحدائق والمتنزهات إقبالا كبيرا من المواطنين للاستمتاع بالربيع وسط أجواء من الفرحة والسعادة الغامرة على وجوه المواطنين، ذلك ابتهاجا بقدوم فصل الربيع. استغل اليوم بتاع الاجازه ده عشان يفسح الاطفال والاولاد، وجبناهم هنا حديقه الحيوانات، كانوا اول مره يجوا يتفرجوا على الحيوانات ونعرفهم ونفسحهم ونفرجهم على الاماكن الموجوده في البلد، نطلعوا على الممشى السياحي في بني سويف يشوف النيل والكلام ده كله، نتفرج بتبقى وقت جميل ان احنا نستغله مع اسرتنا، نريح فيه شويه ونبقى مع اسرتنا كده نفسحهم. انا في جنينه الحيوانات هنا انا والعائله والجماعه واولادي، ودي عادات وتقاليد بلدنا، كل سنه اللي بنيجي هنا بنتفسح، وكل سنه وانتم طيبين. مشاهدينا الان وقفتنا الاقتصاديه بنصرة السادسه مع ليلى عمر، اليك ليلى. شكرا لكما أميرة العقده وحكمه عبد الحميد، وننتقل لمتابعه اهم واخر الانباء الاقتصاديه في نصرة السادسه. توقعت مجموعة ماسك للشحن البحري أن تؤدي أزمة حركة شحن الحاويات في البحر الأحمر إلى خفض قدرة قطاع الشحن بين الشرق الأقصى وأوروبا بما يتراوح بين 15 و20% في الربع الثاني من العام الجاري. وذكرت الشركة التي ينظر إليها على أنها مقياس لحركة التجارة العالمية أنه من المتوقع أن تستمر أزمة الشحن الناجمة عن الهجمات حتى نهاية العام على الأقل. وحولت ميرسك ومنافسوها مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا منذ ديسمبر لتجنب هجمات قوات الحوثية على السفن في البحر الأحمر، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن بسبب فترات الإبحار الأطول. استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الصيني شي جين بينغ الذي يقوم حاليا بزيارة إلى فرنسا تستغرق يومين في مستهل أول جولة يقوم بها إلى أوروبا منذ جائحة كورونا، وتشمل أيضا صربيا والمجر. من المقرر عقد جلسة مباحثات بين الرئيسين الفرنسي والصيني، وتنضم إليهما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بقصر الإليزي لمناقشة قضايا تجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي. وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن المناقشات ستركز على الأزمات الدولية وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا والبحث عن حل لهذا الصراع وآخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها ستضغط من أجل منافسة عادلة مع الصين خلال محادثات ستجريها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في باريس. وقالت فون دير لاين إن الصين تصنع حاليا مع دعم هائل أكثر مما تبيع بسبب انخفاض الطلب الداخلي لديها، مشيرة إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى زيادة المعروض من المنتجات الصينية المدعومة وهو ما يؤدي إلى تجارة غير عادلة. وكثف الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة التحقيقات في دعم الدولة الصينية لكثير من القطاعات الصناعية خصوصا السيارات الكهربائية. قالت أربعة مصادر مطلعة في قطاع الطاقة إن شركة شيل تجري محادثات مع أرامكو السعودية لبيع محطات الوقود التابعة لها في ماليزيا، وهي ثاني أكبر شبكة من نوعها في البلاد في صفقة قد تقترب قيمتها من مليار دولار. وتمتلك شركة شيل وفقا لموقعها الإلكتروني نحو 950 محطة وقود في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، ومن المرجح التوصل إلى اتفاق خلال الأشهر المقبلة. قال القنصل العام الإيراني في باكستان حسن نوريان إن إيران وباكستان تبحثان سبل استكمال مشروع خط أنابيب الغاز بين البلدين. وأضاف نوريان أن هناك إصرارا سياسيا من باكستان على استكمال المشروع، ووقع البلدان اتفاقا لبناء خط أنابيب من حقل غاز جنوب فارس الإيراني إلى إقليمي بلوشستان والسند الباكستانيين في 2010، لكن العمل في الجزء الباكستاني توقف بسبب مخاوف من العقوبات الأمريكية. قد
ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لحكمة وأميرة لاستكمال ما تبقى من النشرة إليكم من جديد. ليلى عمر شكرا جزيلا لك. انتهت نشرة السادسة ولا يتبقى سوى تذكرة بأبرز عناوينها. مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية، وتؤكد مواصلة اتصالاتها على مدار الساعة للحيلولة دون تفاقم الوضع. حكومة الاحتلال توافق على شن هجوم على رفح الفلسطينية وقواته تبدأ عمليات الإجلاء، وحماس تؤكد استعدادها الدفاعي ورام الله تحمل واشنطن المسؤولية. العدوان الإسرائيلي يتواصل على أنحاء غزة لليوم 13 بعد المئتين على التوالي، وعدد الضحايا يقترب من 113 ألف شهيد ومصاب. إذن انتهت نشرة السادسة، دمتم في أمان الله. في أمان الله.